وهو كي تتعرفوا هذه المبادرة الملكية غير مسبوقة، فهي تشكل إحدى الدعامات الأساسية ديال استراتيجيات الجيل الأخضر اللي تهدف أساسا إلى العناية بالعنصر البشري في أفق تقوية طبقة الفلاحية وسطى. هذه الحماية الاجتماعية بصفة عامة من شأنها غادي تساهم إلى حد كبير في تحسين ظروف عيش واستقرار الساكن القروي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.